فاستجاب لهم ربهم بأني لا أضيع عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى. أي عمل قدمه المسلم سواء ذكر أو أنثى ربنا لا يضيع الثواب، يؤتيه يوم القيامة سواء ذكر عمله أو أنثى، زي ما القرآن بيقول إن المسلمين والمسلمات والمؤلاء والذاكرين الله إيه؟ كل ما ذكر الرجال يذكر ليه النساء. في العمل الصالح واحد، في النهي المرأة كذلك هي كلها ربنا منع لا تفعل ليه القبائل، كذلك الرجل لا يفعل ليه القبيح. لكن في اختصاصات، اختصاصات بالرجال واختصاصات بالليه بالنساء، وفي أشياء كثيرة مشتركين نحن. ذلك ربنا يقول فاستجاب لهم ربهم دعاءهم بأني لا أضيع عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، الذكور من الإناث والنساء الإناث من الرجال. فواي كده ما طلع وهيد فيه رجال كي وهيدهم كده مرقوا فيه ولا أوين وهيدهم كده خلقوا فيه، ما خلاص بماء الرجل وماء المرأة يخرجون بين الصلب والترائب، زي ما قلنا إذا سبق رجل ماء الرجل الصغير يشبه أبهات، إذا ماء المرأة سبق الصغير يشبه أمه وجدته وجد أبو أمه وكده. إذا كان كل دخل مكان واحد نزل من ترائب المرأة هنا ومن صلب الرجل دفق في اللي نزل في رحم المرأة يشبه الأب ويشبه ليه أي هم سواء في المجازاة بالأعمال، الرجال والنساء في المجازاة في العمل واحد، كما يجازى الرجل تجازى المرأة سواء خيرا خيرا أو شر شر بالأعمال وترك تضييئها. نزلت لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء. سيدة أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا ما سمعت كذا الله ذكر الأوين في الهجرة، رجال بس ها والذين هاجروا وحجرة وغيره كل رجال بس. ربنا قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ثوابا من عند الله. خلاص الذين دخل الأوين كلما قال الرجال، لأن النساء تبعا للرجال. إذن كذا ربنا سبحانه وتعالى وعد الرجال والنساء المهاجرين والمهاجرات من مكة إلى المدينة بهذا الثواب. فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم كمان كرها، فالناس طلعوا من مكة كرها ده بلدهم، ليه؟ بس السبب عشان قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأوذوا في سبيلي، شوف ربنا يقول آذوهم في ديني عشان اختاروا الإسلام وآمنوا بالرسول، بس مشكلة زي سيدنا بلال دول صحيب دول عزبوا وبعدين أخرجوهم من مكة، الله قال ديل آذوهم بسبب الدين وقاتلوا الكفار وقتلوا بالتخفيف والتشديد، أي قتلوا وقتلوا، ديل الله قال لأكفرن عنهم سيئاتي، سيئاتهم ديل ربنا قال نكفرها نغفرها لهم نسترها لهم يوم القيامة، ولأدخلنهم جنات يوم القيامة كمان ندخلهم الجنات، الجناين الثمانية ديل جنات كم؟ ثمانية، أي واحد حسب درجته ربنا يدخله. هذه الجنات تجري من تحت قصورها الأنهار، القصر فوق والنهر كمان جاري، نهر مش يجيبوه بالقزاز، انت الآن عندكم بالقزازة وبالبدون لا وبالكورة والتاسة لا لا لا، نهر نهر جاري نهر كده
نهر من لبن، نهر من عسل، نهر إيه؟ من خمر لذة للشاربين، وأنهار آخر كمان. ممكن واحد يقول يا ربي أنتم ما عندكم هنا كوكا؟ في ما عندكم كوكتيل يا رب؟ موجود، ها؟ ولكم فيها ما تشتهي، ما الآية قالت كده، ولكم فيها إيه؟ ما تشتهي أنفسكم. ما أي زول كده يقول والله يا ربي كان في الدنيا كان بنشرب حاجة كده كويسة ما فيها ولا، قال أنهار جاري، نهر كمان، مش بيجيبوه بالكرتونة ولا بالكيس، لا لا لا، نهر جاري تشرب بس وما بينقطع كمان، ما يقول اليوم ما في، لا 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 لا، أجر غير ممنون، الله قال أجر غير مقطوع كمان. ماشي، أنا هنا ما بينقطع، يقول الله يدايل ترجع أسبوع، ترجع شهر، لسه ما صنعوه. هذا ما إلا في الخريف تلقى، وين في السيف ده، ما إلا سيف يجي، يجي الشتاء قبل شغل ده ما نلقى حسا في الجنة كلام زي ده ما في. تمام، ربنا يقول لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ثوابا من عند الله. الأجر ده الله قال من عندي أنا، ما من عندي غيري، ما في حد واحد يجازي المسلمين كمجازات الله سبحانه وتعالى، لأن يوم القيامة ده هو اللي بيجازي الله، ما في آخر يديك جزاء. إذا ربنا يقول هذا الثواب من عندي أنا، والله عنده حسن الثواب، حسن الجزاء ده عند الله. جزاء الدنيا كنزول، أنت عملت شيء وقدر لك حاجة، ما بيبقى زي الجزاء أنا الله يوم القيامة، ببقى كيف؟ ببقى؟ ما ببقى. يدخلك الجنة ويغفر لك ذنوبك ويكون عندك تتمتع بنعم الجنة، ده في الدنيا تبديك، ما ممكن. ونزل لما قال المسلمون أداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد كمان، ده زمن النبي قالوا، واليوم كله قاعدين نقوله، اليوم كل ما المسلمين يقولوا كلام، كيف أداء الإسلام، يهود نصارى غيرهم قاعدين في الرخاء، وهنا كيف نصلي ونصوم وقاعدين في تعب، ما ده الكلام ده. قال المسلمون أداء الله فيما نرى من الخير ونحن من الجهد التعب، ليه بس؟ الله قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما يغركم اليهود والنصارى وأداء الإسلام قاعدين بتصرفوا في الدنيا يمينا وشمالا، وبيقولوا هم الدول العظمى، الآخر ده حرام من الكلام ده يا ناس. في دول إسلامية تصنع طائرات، تصنع دبابات، تصنع كده قنابل، يقول ده حرام، انت ما تسوي ممنوع، وانت حلال ليك وعنينا حرام لنا. زي الآن إيران تصنع يقول حرام، ليه؟ لأن أنت دولة إسلامية والباقي حلال، ده الكلام ده عدالة؟ ما عدالة. إذا كان مسلمين شوية كده الله قدام قدرة يسوي حاجة يقول لك هاي ده أنت ردي، أنت ما عندك حق تصنع حاجات دي، ماله؟ لا، أنت ما زينا نحن، أنت ما من الناس الخمسة دول ولا سبعة دول الكبارات دي، تنادوا مسكين أقول تيت إلا ننتك إذن قبل تصنع. هو ده الكلام اللي ده ظلم ولا ما ظلم؟ هل في دولة كده إسلامية أعطوها الإذن عشان تصنع بعض القنابل؟ لا، حرام. لو طلعت شوية لقوك في راسك أقول تيت يا دي. ده إجرام هذا. إذا ربنا قال لا يغرنكم يا مسلمين، حتى العمل ما يخلوك، يقول لك ده سأنا أنا خدمة خدمة خدمة، ما خدمة نخليك وقته كده صلاة ما في عندنا، ده كله عداوة. لكن في بعض منهم يقول لك لا، هو حر في دينه، ساعة تمت أمشي صلي عابد ربك وتعالى. عشان كده الآن بعض الإخوة يقول لك في الدول الأوروبية الناس اللي عندهم أعمال هم مسلمين، عندهم ثقة بالمسلمين أكثر من أهله،
يشخوا الأولاد ده أنت مسلم ثقة ما ده ما يخون أخوه لا أنت ما أدري. حتى الأطباء الكبار ناس الكبار برجوازيين حكام كبار في الدول الأوروبية في الدول الغربية دكتور بتاعه لا أنت لا ما دارم بتاع دينك ناس نديل فيه يمكن يسممني مسلم خلاص ده طبيب حقي أنا شفته يآمن المسلمين أكثر من ما يتعاملوا مع الآخرين لا ما هو في اضطرار كمان في اضطرار مثلا إنسان طالب مشى أوروبا قايب بخدم مرات الأولاد الشيء بسيط بدوهم ده ما يكفيهم بيشتغلوا أيام الإجازة خلاص تجمع الصلاة ده عند الاضطرار لأن لو منعوك هنا خلاص انت يمكن أكلك شرابك زول بديك صدقة هناك ما في وانت داير التعليم كمان داير تعليم عشان ترجع بلدك ايه تعلم أهلك إذن هذه بعض الاضطرارات لكن بس ما تمشي عشان نقول أنا نخدم في المريسة ونخدم محل الخنازير لا لا ما في ناس يريدين يمشوا في البار يخدموا يسبوا للناس مريسة لا 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 أنا مسلم ما نتعاون الاسم ايه ده ما نشتغل أنا مسلم لا ما يقول أنا اضطرار لا رزق الله يواسع يا شيخ مع السلامة نمشي إذ ربنا سبحانه وتعالى يقول والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد بالتجارة والكسب والصناعات وكذا الله قال ده كله متاع قليل يتمتعون به يسيرا في الدنيا ويفنى ما هو الكلام ده الآن كله يقول يا ناس شوف المبشرين دي اللي هم بينشروا المسيحية في العالم سواء من اليهود وكثيرهم من النصارى حسب مذاهبهم بجوا لضعفاء المسلمين يقولوا شوفوا يا ناس انتوا تقولوا مسلمين ايوه نعم مسلمين تتبعوا محمد ايوه نعم الناس امن وشوفوا احنا كمان الدنيا كلها حقنا المال حقنا القدرة حقنا نينا عشان كده نتابع سيدنا عيسى عشان كده احنا قدرين انتوا ما تتعبوا محمد انتوا مساكين يا كلام ده وين هم ذات عندهم مساكين بالملايين كمان ما البرجوازين بس عندهم أموال البقية إنما كمات خدمت ذاته ما ترجع في بلاد المسلمين واحد ينام ويأكل صدقة يا أخي أكلهم شربهم هناك كده ما بالصورة دي تشتغل تأكل المرة تخدم والرجل يخدم تمرة تزوجها لا ما أنت قولها تشتغل حقك قولها تجيب لكن ربنا يقول إيه الرجال قوامون إيه إذن هم يقولوا الكلام ده عشان يلف عقول الضعفاء ويخلوا الإسلام ويعتنقوا دين المسيحي في ناس كده مبشرين زي الآن قاعدين هنا في تشاد في وين يدخلوا البيوت وعندهم لفاعات ويتكلموا العربي ويتكلموا الرطانة كان ما عملت حسابك انت ماشي في البيت وديل دخلوا في البيت وخلبطوا إيالك خلاص هذا ممنوع عشان كده هم بيقولوا ايه نحن كده ونحن كده الله قال لا يغرنك يا مسلم تقلب الذين كفروا تصرفهم في البلاد ده متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس للمهاد فراش لكن الذين اتقوا ربهم الناس الخافوا الله خافوا الله تجنبوا الشرك بقوا مسلمين خافوا الله امتثلوا الأوامر واجتنبوا ليه النواهي ديل الله قال لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار وإذا دخلوا خالدين فيها ما يخرجوا نزلا من عند الله نزل كان قالوا ده الشيء اللي بيجهزوا للضيف ده بيسموه نزل ضيفك جت تقدم له حاجة ده بيسموه ايه نزل إذن المسلمون والمؤمنون يوم القيامة هم ضيوف الله سبحانه وتعالى ضيوف الله قال دانينا عدينا لكم يا ضيوفي يا الله نزل هو ما يعد للضيف ونسبه على الحال من جنات والعامل فيها معنى الضرب هنا أي لهم جنات حال كونها مهيئة ومعدة للمؤمنين
كما يقري الإنسان ضيفه أفخر ما عنده. عندك ضيوف ده لما منا هاي فلانة أنا عند ضيوف اليوم ده أكيد كده شنو تسوي؟ لا 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 لك سوي لنا جدار، سوي لنا إيه حمام، سوي شغل كويس، نزل التوقال ضيوفي أنا لأول مرة جايين، أكلك بقى كيف نظيف هذا يبقى لما أزيده كان ما بلها كمان نزيده لو كنت أهلي أزيده كويس شغل واي كله دقاق دقاق عندنا. شوف عشان كذا الله سبحانه وتعالى المسلمين يوم القيامة ضيوفة يهيئ لهم أحسن شيء هي الجنة ونعيمها، عشان كذا قال نزلا من عند الله وما عند الله من الثواب خير للأبرار من متاع الدنيا، لأن متاع الدنيا إيه قليل ينتهي. وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، ما كل اليهود والنصارى ما يؤمن بالله، قال لا في بعض منهم يؤمن بالله يوحد الله زي اليوم، زي اليوم آلاف يأسلموا كمان ها في تشاد الحمد لله، ناس يدخلوا في الكاميرون، يدخل في كثير من الدول في آسيا في أوروبا يعتنقوا الإسلام. أيام الكوفيد كان يجي بالعشرات، ما شفتون في الهند ده بيعبدوا الإجل والبقر، لما أكلوا شافوا بموت زي الجراد، والمسلمين ما كان يموت زي حقه. وين المسلمين؟ أنا شفته كان في واحد هندي مسلم لماهم بالمئات لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد هذا آخر لكم شغلكم أول ضني تعالوا في الشيء النجيض آية خلاص. شوف الكوفيد ده بقي آية من آيات الله، كثير منهم إيه اعتنقوا الإسلام لأنهم بقول ده البشر أنينا بشر كيف ما يصيبهم بكوفيد؟ لا هم في النظافة، شوف الدكاترة بيقول إيه وضوا غسلوا كده، وبعدين قال والله شغل بتاع المسلمين ده وضو ده يجنبكم الايه كوفيد. ما خلاص وضو هذا ما ندخل الاسلام مره واحد كده. شوف النظافه، يقول المسلم هيغسل كل يوم الاماكن اللي تمنع اللي الفيروس ما يجي، اول حاجه يحصل عورته كل ما خشى ده امان المحل الفيروس ذاته محل النجاسه ده. كل ما خشيت تغسله تمام، وضر ظهر تغسل، عصر مغرب عشاء صبح، دخلت غير الصلاة كله لا أنا ما نقعد إلا بالوضوء كمان، الوضوء حجاب ليه ما أنتي عن المسلم أنتي بتاعك ده الوضوء بس أنت تكون طاهر، عشان كده تتجنب حاجات كثيرة. في واحد قالوا في الكاميرون كان سنين مضت جراح يجرح يسوي عمليات، لما يسوي عملية للمسلم ما يجد له رائحة، يقعد جنبه ما في حاجة. لما غير المسلم لما يجي يسد دماغ كيف مش جسم وجسم، لا في سر هنا، إنما المشركون إيه نجس، لأن لخبص بواطنهم اعتقادهم خبيث الله قال، عشان كده حتى حسيا حسيا. في واحد كلمني ولده كان مشى في أوروبا وقرى هناك، قال في واحدة شابة تخدم في الأوتيل تشيل الملابس بتاع الناس اللي بيسكنوا في الأوتيل ده تغسل، لما تشيل ملبس بتاع واحد مسلم مرتاحة ما في كان، لغير المسلم ما يلا يلا قول تغسل. السر وين؟ كل شيء كيف هذا؟ ناس زين ده انت يا مسلمين كويس، انت مسلم مسلم تسجل بس الاقامه دي ما، وانت انا كريتيان تمام، انت كده طوالي اسلم. شنو السر في الكلام؟ ما هي ملبس كل بني ادم، لا في سر، لان ده طاهر وده ما طاهر، ما نقول بيكون لمسته كده تغسل لا، لكن معنويا كده هو ايه ما طاهر لخبص بواطنهم لان اعتقادهم فاسد. نعم الاسلام، لان ان الدين عند الله اليه
الإسلام. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، زي سيدنا عبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي، واليوم آلاف آلاف أظهروا الإسلام. وما أنزل إليكم، يا إمانات الأنزل إلينا منه القرآن، كل يؤمن بيّن. وما أنزل إليهم يؤمن بالتوراة والإنجيل، حالة كونهم خاشئين لله، خائفين الله سبحانه وتعالى. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، آيات الله الموجودة في التوراة والإنجيل ما يستبدلوها بالدنيا، لا، ما يغيروا فيها شيء. كما أنزل يقرأوا ويطبقوا، عشان كده جراهم إلى الإيمان بالقرآن. لا يشترون يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا من الدنيا بأن يكتموها خوفا على الرياسة كفيل غيرهم من اليهود. بعض اليهود ما يبينوا الحق، يقولوا لو نينا بينا الحق الشيء القائد في التوراة ده وفي الإنجيل ده نصنا كله بمشي للمسلمين، ما في فرق بين هذا وبين هذا، لأن ده كلامنا الله. والله سبحانه وتعالى ما من نبي ورسول إلا أحد، عشان إيه؟ إذا كان حضر النبي ده مش يآمنوا، هو يآمن جماعتي يآمنوا، كلام ده قاعد هم يقول هاي ده كان مرجنا، ده كان طلعنا الكلام ده، جماعتنا كله يمشي، ونين نقول كيف؟ من هسه مسؤولين بعدين ندبوا المسلمين، ما بنسوي، بيعرفوا الكلام ده، عشان كده حفظا على رياسة، حفظا على السلطة، ما يدرين يطلوا الكلام ده. عشان كده في الأواخر إيه؟ قبل سنتين ولا ثلاثة البابا لأول مرة يعلن، قالوا القرآن ده كلامنا الله لأول مرة بالذات، وكان طلعوا في الفيسبوك البابا الفاتيكان قال سيدنا عيسى ما وليتنا الله. شوف كلام بيجي كويس، أول كان وليتنا الله بابا الفاتيكان، أصلا في الفيسبوك لو دخلت كان رفع يده كده يقول عيسى عبد الله ورسوله، هم قربين كده شوي شوي قربين، تمام، انت اعترفتوا كده سيدنا عيسى ما ولتنا الله، قربنا خلاص، باقي لكم شوي حاجة كبيرة تدخلوا الزريبة كمان، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندنا ماشي مشكلة، خلاص إخوان في الدين نحن. أولئك لهم أجرهم عند ربهم أي يؤتونه مرتين كما في القصص، يؤتون أجرهم مرتين بما صبر، لأنه آمن بسيدنا موسى وآمن بسيدنا عيسى وآمن بالنبي محمد، عنده أجرين، عشان كده الناس عندهم ثلاثة أجر. الرسول قال إيه؟ مؤمن من أهل الكتاب آمن به ثم آمن بموسى أو سيدنا عيسى، عنده إيه؟ أجرين. وبعدين واحد زوج خادمه، عند خادم أدبها وأتقها ثم تزوجها، له إيه؟ أجر مرتين. وفي آخر تالي صح؟ ثلاثة نفر يؤتون أجرهم مرتين. لكن اليهود الآن، النصارى الآن ما داخلين في الكلام، ليه ما داخلين؟ لأن ديل أمة النبي، ما أمة سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى، لا، هم أمة النبي بسموهم أمة الدعوة، والمسلمين بسموهم أمة الإجابة. بس لو أسلم اليوم نقول ما أنت من أمة الرسول، كيف تنضاف إلى سيدنا موسى؟ لا لا لا، بعد ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام قلت كلهم أمة محمد، فيهم المسلمين وفيهم غير المسلمين، بس مش واحد يقول أنا من أمة سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى، لا، كلام ما يجي، أنت من أمة محمد خلاص. ها؟ ده في زمن الرسول اللي يجوم أجره مرتين ليل، وأول يهودي آمن بسيدنا موسى، أول نصراني وآمن بسيدنا عيسى، والنبي جاء كمان آمن به، يجوم أجره مرتين. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، خلاص الله سريع الحساب. العالم ده من بدايته إلى النهاية ربنا يجمعهم في المحشر ويحاسبهم
بقدر نصف نهار من أيام الدنيا. زي تقول من الساعة 6 الناس وصلوا إلى المحشر، لهذه الساعة 12 فريق في الجنة وفريق في السعير، خلاص بس ما في كلام ثاني. لكن هل هي 6 ساعات زي 60 دقيقة؟ لا، في ناس ده كله بقدر صلاة الفريضة بس. من يمرك من اللي قبر يمشي المحشر يدخل الجنة، ده كأن صلاة الظهر وخلاص انتهى، بس رمشت عين هو مشى هناك. وحدين كمان بمقدار زي ما القرآن بيقول سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم الواحد ده بمقدار 50,000 سنة، ده بالنسبة للمجرمين والكفار مقدار 50,000 سنة، ده محشر عنده كده. لكن وعدين كمان بمقدار بس من 6 إلى 12 خلاص، زي ناس مشوا في الشريعة هلوم أوديانس، عندنا الشريعة كام، الله ينصركم الله ينصركم، سولوا نفاتيا خلاص، يا الله فلان فلان فلان، ما كده محل القضاء. الساعة 12 هو نجح، قال فلان انتصر، أخواني بيشيلوا فرحانين، أيوة قاني علينا قاني نقول قاني لنا دي الشريعة، خلاص بمشوا كده بخطوا سيارة وماشيين في بيتهم. لا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل، بقول كده ربنا قال أصحاب الجنة المسلمين ديل المؤمنين الأتقياء بيقول مقرهم ده أحسن محل، ومقيلهم كمان أحسن مقيل كمان، وأحسن مقيلا. أنت تعرف كلهم تقول إيه مقيل كوين اليوم، والله نمشي نقيل هناك من الساعات، انتظروا شوية يلا ننزل هنا نقيل ونمشي نرتاح نمشي. ربنا قال المسلمين الأتقياء ده اللي يقيلوا في ليه، ده الأحسن مقيل في الجنة ودين أسوأ مقيل في النار، خلاص كل واحد شال حقه خلاص. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطاعات، الله بيقول اصبروا على الطاعة، امتثال الأوامر واجتناب ليه النواهي، وصابروا الكفار فلا يكونوا أشد صبرا منكم كمان. كان لقيت الكفار كمان صابروا، صابروا بمعنى تكونوا أشد صبرا منهم، وإلا إذا كان صبركم مع الكفار واحدة ما أنتوا يمكن تجروا تخلوهم، لا لو هم ذات ما صبروا ولا بقدروا بيواجهوكم، تكونوا أشد وأكثر صبرا منهم، لكن هم بصبر علينا كلنا نصبر كمان أكثر منهم. ورابطوا أقيموا على الجهاد، رابط الرباط، الرسول قال رباط يوم خير من الدنيا وما فيها. المسلمون محل ليه حدود بين الكفرة، يجي يقودوا حرس هنا تهرس عشان العدو ما يدخل بلاد المسلمين، ده يسموه ايه الرباط، رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. يوم وليلة بس تهرس، ده الرسول قال أحسن من الدنيا وما فيها من النعم، لأن الدنيا تمشي وثوابك كان الرباط تلقاه ايه يوم القيامة. واتقوا الله في جميع أحوالكم، معناته اتق الله حيث ايه ما كنت، لعلكم تفلحون تفوزون بالجنة وتنجون من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النساء، شوف ربنا قال سورة النساء، سورة مريم كده. ليه بجاب صاحب سورة مريم؟ لأن النصارى بيقولوا مريم دي زوجة الله، وسيدنا عيسى ده ولاده، ربنا داير ينفي الكلام ده، لأن الإنسان بيأنف ما بيجيب ذكر أنا مرتا أصلا، إحنا ولا تقدرت يا ست البيت ما دارت اسمها إيه، أيوة الرجل كده اسم مرت ما يجيب، عشان كده هو لو مرت يجيبها إيه في القرآن اسمها إيه، مخلوقة زي ما الآخرين مخلوقين. سيدنا عيسى مخلوق عبد من عباد الله، وده الإسلام كرم المرأة، لكن الأمم الآخرة المرأة بأجلوها زي السلعة كده ما عندها قيمة عندهم، لكن الإسلام
أعطى المرأة مكانة كبيرة. الآن بيقول هنا أنتم تقولوا إيه حقوق المرأة؟ لا، الإسلام تحدث عن المرأة قبل 1400 سنة. أنتم ذهب شلتوا لكم نقاقير تقولوا المرأة ما عندها دروا والمرأة مظلومة. من الظلم؟ الإسلام ما ظلم. كان المسلمين بيمارسوا هذا الشيء، ده خدمتهم هم، ده ما خدمة الله، والله ما أمرهم عشان يظلموا المرأة. إذن فعل المسلمين اللي هم بيخالفوا أمر الله ده ما بيمثل الإسلام. الإسلام ده يهو في الكتب، في السنة موجود. كيف القرآن ذكر المرأة وأنتها حقها؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حق النساء؟ هم كل شالوا من هنا، بيقولوا لنا أنتم مسلمين تظلموا المرأة. أنتم عندكم سورة النساء في كتابكم؟ هم عندهم سورة النساء؟ ما عندهم. لنا عندنا سورة النساء عشان تبين هذه السورة حقوق النساء. مدنية 105 أو 6 أو 77 آية. ربنا يقول يا أيها الناس، كان قال يا أيها الناس خطاب لأهل مكة في الزمن ده، يا أيها الذين آمنوا لأهل المدينة. والآن خلاص الخطاب لكل المسلمين إلى أن تقوم الساعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وكلمة الناس يجمع المسلم وغير ليه المسلم كل داخلين. اتقوا ربكم أي خافوا عقاب الله بأن تطيعوه. ربنا ده هو الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة يأتيها أبونا آدم، كلنا كده بني آدم ديل مركنا من سيدنا إيه؟ آدم بس. وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها حواء بالمد من ضلع من أضلاع اليسرى. صفوف الرجل ده العظام دي ناقصة، بتاع اليسار ده ناقص، أنا المرأة ده تام. آها ماله؟ قال سيدنا آدم لما ربنا خلقه كان نام نوم كده أخذه في الجنة، بيشوف كده مرأة جنبه، وربنا خلق فوق الشهوة طوالي وما حس كمان، لو طالع حس ده ما كان بقوم. لا، زي الشجرة النخلة دي لما تطلع دي تحس ما تحس؟ أها مد يده كده ما شاوة خلاص طوالي مد. سيدنا جبريل لا ممنوع. كيف ممنوع؟ ما في واحد كده يشبهني أنا، هي دي بس تشبهني، ما دي هنت أنا. يقول لك هنتك صاع إلا تكفي الصداق. صداق شنو يعني؟ ما عندي أنا حاجة في الجنة، في حاجة ريال ولا دولار ولا بقرة ولا غنم؟ ما نسوي كيف؟ قال صلي على النبي ثلاثة. نبي ده منه؟ ده محمد من أبنائك وذريتك آخر رسول. نصلي؟ أيوة. صلي عليه ثلاثة مرات أو 10 مرات أو 17 مرة يكون صداق. خلاص نسوي؟ سوي الله، سوي فاتحة. جبريل وميكائيل سوي فاتحة ليه؟ أبونا آدم ما سيد عليه حواء. خلاص كيف ينام؟ وإنت قلت في الجنة ما في نوم. قالوا الجنة ما في نوم ده يوم القيامة. القيامة لو قام الناس دخل النوم ما في، لكن قبل القيامة ده ما أبونا آدم خلقوا داخل الجنة وكان خارج ودخلوا الجنة وطلعوا كمان عشان نحن نجو. ولو ما أكل الشجرة أنت تجوا تجوين، لأن في الجنة ما في إلا هذا. شوف أمر الله يبقى ما تأكل، لكن السر كمان يأكل عشان ينزل من الجنة دي ويولد إياه. ونحن كل جينا كمان، وإلا كان يبقى أبونا آدم وأمنا عوه وخلاص متوا ما في صغير خلاص. ها هنا قالوا ولدوا 40 بطن ولا 20 بطن زي ما كان في الدروس الماضية. ده ذكر ده أنثى، ده ذكر ده أنثى، ده ذكر أنثى. يا الله زوج ده، ده يزوج ده، ده زوج ده، ده يزوج. ما أخوات؟ لا، يعتبر كأن من جاء بطنين
ده هنا وده هنا كان يعتبر أجانب. ده في دين سيدنا آدم هكذا. بعد قالوا أبونا آدم من إيالة وإيال إيالة كده شاف أكثر من 100,000. ما هو خلاص 100,000 قبل مات. وبعدين ربنا علمهم دي الكتابة دي الكذا دي الصناعات اللي كانت كلهم كان ربنا علمهم كمان. دي الخشابة دي النجارة دي الكذا عشان يعيشوا بلده ما يبقى. بعد كده أبونا آدم توفي وأمنا أمك حواء كلها توفيت وخلاص كلام كمل. صاع الحقيقة عند الله لأن في ناس هم ما يعرفون ذات مخلوقين من بني آدم قاعدين في الأرض ولا وصلهم كله قاعدين. أي ساعة كيف تسوي؟ لكن تقديريا كده قبل سنين قالوا 7 مليار بس قالوا بس وصل كم؟ 11 مليار. المهم لكن من أبينا آدم لليوم ده بني آدم ده كم مليار؟ ها؟ لما تجتمعوا في المحشر ده كم مليار؟ ولسه كمان القيامة ما قامت بتولده كمان. وبعد كده الجنون كله يجوا بكده البهائم كلها يجوا الطيور يجوا كل المخلوق ده يلموا في المحشر محل الجمع يحاسبوا كل واحد يلقى حقه غير الجن والإنس يكونوا تراب. والبقية الجن والإنس المكلفين ديل البدخل الجنة والبودنا خلاص ما في شغل آخر ده. ربنا يقول الذي خلقكم من نفس واحدة أبونا آدم وخلق منها زوجها حواء وبث فرق ونشر منهما حواء من أبونا آدم نشر منهم رجال كثير ونساء كثيرة قلنا 100,000 العلماء قالوا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ربنا قال أخافوا خافوني أخاف الشرك وأخاف المعاصي لأن في التقوى عامة وفي تقوى خاصة. التقوى العامة دي الشرك لأن إن الشرك لظلم. إنسان كبيجي مسلم ده خلاص اتقى التقوى العامة بكده فضل تقوى خاصة امتثال الأوامر واجتناب ليه وخلاص دخل الزريبة من أسلم ده دخل ليه. لكن في داخل الزريبة ده ما يعمل معاصي قال ليه اتقي ليه المعصية دي تقوى خاصة كمان. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله قال أخاف الله. الله ده كان واحد بسأل أخوه كله يقول أنشدك بالله أسألك بالله ها هو ده أخافه. تقدم الله كان داير تسأل أخوك في شيء بتقول إيه أسألك بالله أنشدك بالله أخافوني قال. وكذلك اتقوا الأرحام أن تقطعوها الرحم كله أخاف ما تقطعوا رحم لأن الرسول قال الرحم معلقة على يمين العرش تقول يا رب من وصلني أوصله ومن قطعني أقطعه. رحمك كله أنت ما تقطع. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والأرحام أي تقطعوها وفي قراءة بالجر والأرحام وكانوا يتناشدون بالرحم. إن الله كان عليكم رقيبا ربنا رقيب حافظ لأعمالكم فيجازيكم بها أي لم يزل متصفا بذلك. ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه ده مشكلة كبيرة اليوم الناس عايشين فوقها أكل أموال اليتامى ظلما. في يتيم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سأل مالا من الولي أبو مات من أولياء كمان ماله كرباء مسكوا يا زول أنتيني مال يا زول ما في مال هنا أصبر أنت لسه. ربنا قال وآتوا اليتامى أموالهم اليتامى اللي ما عندهم أبو لأن في بني آدم اليتيم ده الأبو مات بيسموه يتيم الأمة مات ما بيسموه يتيم ما بيسموه يتيم
فاقد الأب ده هو يتيم. عشان كده المنظمات الأسرة بيقول أتامة أتامة ده كان أما ما تقول لك لا ده ما يتيم. لأن يتيم في الإسلام من فقد أبوه، من فقد أباه فهو اليتيم. بالنسبة للبهائم كمان الفقد أمه، لأن أمه اللي بتربي أبوه ما بيربي. بالنسبة للطيور اللي بيغزوا الاثنين مثل الحمام، طيور الأب كله بيجيب والأم كله إيه؟ ده إذا كان الاثنين ماتوا الطيرة دي نقول إيه؟ أتيمة. وآتوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا، بلغوا لكن ما بلغوا سفها، لا بلغوا رشدا. الرشيد ده الإنسان اللي بيقدر بيدير ماله، بيحفظ ماله، ما بيودي في الفساد، ده بيسموه بلغ ورشيد. لكن لو بلغ سفيه بيأتينا ولا تؤتوا السفهاء أموال، أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الله قال ما تبدلوا الحلال بالحرام، اللي الطيب الخبيث الحرام. معناتها لا تأكل مال اليتيم وتخلي حقك من وراء. إذن لا تتبدلوا الخبيث الحرام بالطيب تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه. ده كله بيسووه زمان وهسه كله بيسووه. كان بقرة ماتت بقول هناك يا مات، كان خدمة يودرت بقول أنا يتيم يا ودر، كان الجمل ودر ولا مرت مات بقول ده هناك، أي هناك بس يموت، هناك بس يودر، هناك بس يا أها يا الله تجارة مليونين ثلاثة بتاع الأيتام دخلوا ولا حصل خسارة يا عيالي، خسرنا هسه مالكم ده خسر 100,000 فضل لكم 1,500,000. أي الله كريم، الله كريم، لكن حقه ده ما ينقص. أنت تحاسب خسارة ليك أنت وليك أنا، لا. عشان كده ربنا قال ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، حتى إذا كان شيء جميل وده ما جميل، الما جميل ده يكون حق اليتامى والجميل كمان يخذ حقه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ما تضموا أموال اليتامى إلى مالكم وتأكلوا، تعمل شكو شكو كمان إيه؟ وفي بعدين في ناس واحدين كل أسرة ما فتشته يقول أنا بس نقرب المال ده، أنا بس عمهم، أنا بس أخوهم كبير. ليه؟ ليه تفتش أنت؟ الأمانة هم فتشوا يا ناس. بلايبس قال أنا بس أنا ما أخذ قرب المال ده، ما أنت عندك نية ما دين. زول مال ده ما شرط أخوهم الكبير، ما شرط عمهم، ما شرط، لا الأسرة تجتمع يا ناس ذا المال ها ياتي يمسك المال ده. أنا ده عندي رأي، رأيك إيه فلان؟ لا أنينا قاعدين أنينا أبهاته، لا أجيب شوي، لا أمانة إيه لمحتاج إلا كان أمين. ممكن واحد فقري لكن أمانة ما شاء الله دندو، واحد تلقى عنده قروش ومجرم خايف باكل حق الناس، كيف ننتو أموال اليتامى؟ عشان يقول أنا أمه يقول لك ما ندوب. ممكن ننتو مرأة كان أمينة، ما شغلنا إيه أمانة بس ولا شغل إيه ولا دخلنا في ميراث عشان تقول أنا أمه أنا أخوهم كبير. ده الشغل هسه جاري إيه في البلد ده، أنت كان ما عندك نية أنا أكلة ده ليه بس؟ ويقول أنتو لفلان يقول لا 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 أنا مال أنا يتامى ما أنتو، لا أنت بس تشيل يا تشيل. شوف الناس دي زول بشابي كده بنتفي، زول بشابي معناه ايه؟ بشابي امين، كلام ده ما تيته كلام، زول بشابي امين كمينو في الاسره ده. او اقول انينا مع اخوانا قاعدين عشان تاكله وبعد سيدخل ان الناس في الشريعه، كلام زي ده ما فيها ناس. عشان كده الان ناس كان جو في مال الورثه قليه التقوى، ما واحد بس يقول انا عمهم انا اخوهم كبير يقول لك ايه شريعه، قالت ما في شريعة أصلا ما قال الكلام ده، جيب لي الكتاب اللي بقول الكلام، جيب لي أمانة بس أخوهم الكبير يا كربنا، وإنت وشغلنا ولا ميراث، إنت هناك شلته، نينا فتش زول أمين، لأن الشريعة بتقول لو أنتيتوا إنتوا زول ما أمين ودرك، إنتوا لأن تتحملوا إيه؟ تطفوا المال ده، كيف تنتزول إيه؟ ما أمين،
عشان يضيع أموال اليلال. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه أي أكلها كان حوبا ذنبا كبيرا عظيما. ولما نزلت تهرجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل. تمام. لما نزلت هذه الآية الناس خافوا قالوا هسه هنا عندنا أيتام، الإند ستة والإند خمسة والإند عشر أيتام، أنا أخوه أنا كذا، أنا هنا تاني ما نشول إيانا، أنا ناس ندخل في مشكلة، ما لهم عندنا يا رسول الله الكلام ده ما ببقى، أنا ده ما نقدر هياتي يشيلوا. وبعدين عندهم أبين ما بعدل بيناتهم، هذا كل الآية نزلت. الله قالوا إن قفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. معناته يأخذ البت اليتيمة وما يعدل ويظلمها، وبعدين كان عندها مال كمان يزوجها عشان كم ماتت مال ده يشيلها وبيدوس فوقها. هسه اليوم كله كان بيت أبوها ملياردير مليونير مادة، أنينا دي بنينا أنينا بس نأخذوها، نار ما آخر يأخذ مال كيف ده؟ في ناس لا ما نزوجهم عشان دايرين يكرسوا للمال ده بعدين يأكلون، ننتهي لأولادي خلاص. لو فقيرية ما عندها كمان والله يشوفوا لها واحد كأنتوها بس أستروها كده عشان ما عندها كروس كمان، أي واحد يشيلها يبشي بقى. يا شوف البني آدم هو بني آدم في أي عصر، هو بني آدم بني آدم بس. ها ربنا يقول لنا وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى فتهرجتم من أمر فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتمهم. إذا خفت ولاية اليتامى ده أخاف في عدم العدل بين النساء كله، ده كله أخاف، مش تخافوا هنا وتخلوا هنا الأبين كمان تظلموهم. فانكحوا تزوجوا ما طاب، أي من طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. بس المرأة اللي هي خلاص انت دورتها تزوج اثنين ثلاثة أربعة، في الأخير قال ايه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. انت خايف كلميتم ثلاثة وأربعة ده ما بتعدل، دي بقت قديمة الله كان دير قولي ما تقول مع السلامة مع نينا مع الجداد يشنو بشتنتيني كده يا أخي، وخلاص داري ينبلس منا شنو بشتنتونا كثير تشتنون كده كيف، هاي فلان ما كترة يا لقيت الجديد بس خليتنا نحنا أمان كده ما في، شنو قصرت لكم يا أخي؟ أنت تجرين الساعة واحد ساعة اثنين بالليل وهناك ساعة ستة ونص تمشي هناك، كيف كلام ده؟ وكان جيت تقول راسي بوجاني وهناك راسك ما بوجاك، يا كلام ده ولا ما موجود يا ناس؟ ما خلاص القرآن بيخاطبنا نحن اللي موجودين الآن إلى أن تقوم الساعة. إذا ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، عشان كده واحد رجل يوم القيامة الرسول قال الماء بعدل بين الأبين دي يجي شق، يبعث كده إيه شق واحد شقة واحد كبس، خطير الكلام ده. واحد كله يقول لك عشر آلاف يا أخي تأخذ، يا أكل القاعدين دي شرب القاعدين دي أكل كويس شراب كويس تأخذها دي كلها مصاريف فيه خلاص، يا الله كريم يا ناس، يا أخي الله كريم صاع، الله كريم صاع، لكن لابد في مقومات كمان. عندك خدمة كان إيجار كله تقدر تكفي بيوت ثلاثة أربعة، ما تقول يا ناس أنا ما لماني، ما في ناس ويدين بشحن إيار وبشحن أوين وشاري أنا ألفين كل ما عندنا، يقول الله كريم يا ناس، ويمشي للناس يقول يا ناس إنتوا كيف تأكل أنا ما نأكله كمان، أنت أنتون نأكله بس إيالنا يموت كيف، مين حملك أنت؟ مين حملك؟ الله قال كده فانكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث فإن قفتم ألا تعدلوا فواحدة تكفي. كل ما لقيت لك أربعين ألف شفتها واحدة ماشي شاري كاب دخلتها تعبانة
لقيت ثالث تلم لك قريب 40 صغير وانت ما قادر تاكل. وكان اخوك تقول الله انا ما بدور كان خليه يمشي. هذا يوم يفر المرء من اخيه وامي وابيه وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يوم يدن شان ايه ما تشلق خمام واوأ كمان. الله قال عادلوا بين النساء، كان ما في كان فتش لك واحدة وأكد به بس ما تسوي كمان كلام كثير. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أنكهوها أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم. ده قبل زمان العبيد والخديم، المرأة الحرة كل ما تقدر. الله قال شيل خادم واحدة وأقد، لأن الخادم حقوقها أقل من الايه الحرة. عشان كده قال وما ملكت أيمانكم من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات، ذلك نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري سلك سرية أدنى أقرب إلى ألا تعولوا، ما تجور، ما يكون فيه جور، إما مرة ويدة إما اثنين، ده كله ما تقدر شلك خادم وخلاص شهوتك تقضيها تجيب إياه. الله قال ده أفضل وأخير، ما تسووا جور في الأيين، ما تجوروهم. وآتوا النساء صدقاتهن الأوين، أدوم صداقهم نحلة من طيب نفس كده. ما واحد كده يتزوج يقدم له 10,000 باقي 40 إيالها يكملوا كلها يتار له 2,000 10 5 يقول 10 جبل 10 بقرة يجيب واحدة الإيال يكملوا كل ما يكفي. كان بشتنوك قال شنو انت بشتنتوني كده، ها شنو كلام كثير كده ما نفتش لكم. بس لا، الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه أنيئا مريئا. ده الكلام الكويس. المرأة عن طيب نفس شافت راجلها زوجها دخل باها رجل طيب أخلاقه طيبة فلان، انت صداقة كانت تيتني كم؟ ما 100,000 2,000,000 5 بقرة جملين غنم خلاص ما شاء الله، ها شيل مالك كيف؟ أنا أنطيتك صدقت عليك شيله. في الإسلام حلال بلال، حلال هاي كيف؟ لا ما انا ما ملكت خلاص، انت من دخل بي يوم واحد انا ملكت خلاص. هي عروس شافت رجل طيب ما شاء الله، وهي كمان عندها حاجه كويسه هي كلها كمان شاكوشه ملان جيب لك 100,000 رقدته ما شاء الله كلام طيب اسبوع يا غاي تعال اقعد تفضل شنو؟ بس فضل انت اكرب قبل يا رجل تمك ايه؟ اكرب خلاص كربته ده صداقك؟ ايوه هي عندك انت طلقتني ولا ما طلقتك يا راجل ده هابا كربتك عدي شيلوا انا داير تكربيني بس انت ده ما ننفك منك ولكن ده انا حقي انت حلال بلا زوجها خلاص ملكت النصف الفاتحة كم 100,000 بالخمسين ده خلاص ملكتها دخل بقى كان الخمسين كله شوف الإسلام شوف الطيب الإسلام عشان كده شوف السيدة سودة زوجة النبي شافت هي مرأة كبيرة زوجها كلها كبيرة لأن الرسول كل أبينه كان مرقات من بيوت إلا السيدة عائشة فقط هي بكرة. سيدة سودة شافت النبي عليه الصلاة والسلام وحية كلها كبيرة وكده كمان وهبت يومها قال يا رسول الله أنا مرأة كبيرة وإنت أخذت كلاسكو سيدة عائشة دول الناس كلا سكودة هابهم نينا مشينا حالنا خلاص يوما دا يومي دا أنا أديتها للسيدة عائشة مصبوط. السيدة عائشة محبوبة ما شاء الله طبقوا لها إيه يومين ونبينا الآخر يوم يوم. عشان كده العلماء قالوا يجوز للمرأة. كان شافت رجل بزبزب كي 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 دا بدر بنبلس هم 3 و4 بقت مرة كبيرة كان كلمت فيها كله
انت شنو كلامك كثير كده؟ خلاص يا الحاج ماكي انت مالك كده يومين ده كده ما آفي ولا كيف آفي؟ ما كلامكم بيجي كثير. انا كان جيت هنا بس الا كلام كثير نسمع ده ليه؟ خلاص كلام تمام. خلاص يوم واحد كده تنسيتها. انا دي بقيت مره كبيره وبتاع عبين ما بتعرف محل الراجل بيهب المرض بيعرفهم. ها انت حسه ده انا بقيت كبير ايال ده يوم جيت بس يومي كان انتيت على فلانة. ما شاء الله والله انت دي ما شاء الله يعجرك يا السلام الله يعجرك. كان تاني كان جهني ده يقى زي الديك السبو مويا كيف حاج دول طيبين ما شاء الله كيف ان شغل ناقص لكم فيها لا الحمد لله سمع ما شاء الله يا لا كيف رقدوا اول كلام ده ما بقول الدرد. ما شوف الاسلام ده انت فصحى كبيره. المرأة لو ضايقت هنا حتى قال تنتي مال المرأة تنتي مال عشان يمسكها ما يطلقها فلان نشوفك كده هسه انت شغل كله ما عندك انا ننتيك شغلي ده بيتي ده انتيتك بقرة ده انتيتك امسكيني بس كلامك ده كي بوجاني شوية كي كل يوم تكسر ده ما كي يا اخوي انا كي انتيتك شغل ده قشمك ده شوية كده ألزم مني أنا بقيت كبير تنسيون كله عندي ده ولا يبقى يا السلام. ما خلاص سيدنا خلاص تو دعاب وعدي لدي شوف الإسلام ده كله حلال يأكله ما في مشكلة ها؟ لكن هم صعب لهم لكن الصعب ده لما هي تقعد والضرر كلها كثير أخير تمرك بهنا تسيلها مبايعة ما ده عشان الأمور شوية كتهدى في ناس كده واحدة تقى 50 سنة 60 سنة إيالها كل بإيالهم يقول له أنا طلقتك خلاص يسوي حرب داخل البيت خلاص يسوي حرب الأولاد ذات يقوم ثورة أنت تصبر شوية ما خلاص أي واحد يقول بوقته يجي يفوت. إذا ربنا قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا طيبا مريئا محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة نزلت ردا على من كره ذلك. في بعض المسلمين كرهوا بكونه يشيل مال من مرتدى بيجعل كأن رجع شيء أنته وقبل لا زي ما بيكون الراجل في صدقته كالكلب يقيء ثم يأكل لا ما كده ده صدقة يا انت كان أنتيت لزول وهبة تقبل تشيله ده يا الرسول شباب مثل الكلب هيقدف ويأكل قديفة لكن ده ما صدق وانت تمتعت بها وخلاص هي ملكة المال ده هي من دخلت بعد خلاص المال ده هي حقها هي تنتج نصة تنتج أشرة تنتج كل كلام كمان أسابين هذه ما طيبات كمان تقعد فيها كبيرة وكي يقول فلان هسه انت آخذ تجيب لنا إيار هذه كلها ولا بخلوها ها؟ لكن هذا كان دق 70 كل كلمة آخذ كان قال هذا مشاكل دخلها ها ترقرق البيت ده كله ترقرق مشاكل لكن هذا الطيبات نقول له لا هي ما بتشيب رجل ذهاب وعنده قدرة وكي وإيونه كلها كي بيسوي هاي يا راجل كان دور تأخذ آخذ عشان كده واحد تشوف فرق عنده 60 سنة 70 سنة ما يأخذ ويمشي الكارتيه كمان يفتش بنات دقاك طبعا حرام يعني تما شفتوا ايام الويكند بنات دقاق وشايلينهم ناس كبار وايه يا ناس ده فساد في الارض دي مصيبه والله اخذ ربنا يقول مسنا وثلاثه ورباع كذا ارتقى اربعه ده ما قدرتك كل انت كل التقيف حق الله يوقفك ولا ما يوقفك لكن تمشي الزنا ومن هنا عشان هجة تخويفك ما تاخذ كمان تمشي الكارتيه محل الاوبرجان هذا ما يجي يا شيخ ما اذا حرام ما الله فتح لك انت لو زوجت انت اتفقت معه عشان ما تزوج حتى كما ما اتفقت كل الشريعة ما بلزمك هنا ما تاخذ فوقي ما ناخذ انت ما خلاص انت اول واخر خلاص لو مشت كده ما خلاص زمانها فات ده ما النفس ده شغل اخر يا ناس خليه يفتح لا انينا وافقنا اي وافقنا شريعة ما بلزمني
إلا كان ربط بالطلاق، كان زوج فوقي أنا مطلق وافق هيوم زوج ده الطلاق يجب. لكن كلام قرقوش ساكت كده ده ما يلزم، ما يديه رضوة بس شنو قرص قايد تدور شنو انت أنا ما وافقنا ما تاخد، لا ما كويس حتى نمشي في الكارتية أخير هجة كلام ده ببقى ما ببقى أنا ده بدل نمشي حرام ده ناقض. كان إنت تقول كان في أمين ما بخاف أن الله كان تمشي حرام كل ما تأخذ فلوس الله نمشي حرام إنت دي خطيرة كده خلاص نشوف كذا باكر بس سيدنا دول تعرسوا إليه فاتح اللي يبقى خليهم هارا تنزل سيد حجة ماكي حجة ماكي خلاص أنا ما نقول فتش لها انفلوب واي شوية كده خلاص كلام نكمل عيالها كل عمي كده عيب ليكي والناس بين خلاص كلام كمل. عشان كده كلام خطير، واحد عنده 60 سنة 70 سنة ويقول ما ياخذ ويمشي كمان يلفلف الحلة، هذا ما صحيح. هسه ربل وتاكل لك التلف ده. إذن فكلوه هنيئا مريئا. عشان كده هنا قال فيحل المرأة الرشيدة بعد الدخول أن تؤتي زوجها المهر كله أو بعضه عند جميع الأئمة إلا الإمام الليث قال فعنده لا يحل لا أن تؤتيه جميعا. الإمام الليث كله ما هرم كله قال إلا بعض ما كله، لكن الأئمة كله قال كله تنتهي بعد الدخول. فمن على ذلك يتعين أن تكون للتبعيد لا للبيان، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.